مشاهدي قناة شوف تي في، مساءكم سعيد، مرحبا بكم مجددا في هذا المباشر من طنجة، وفي إطار متابعتنا لمستجدات الوضعية الوبائية بمدينة طنجة، فقد أعلنت وزارة الصحة زوال اليوم الاثنين خلال نشرتها الخاصة بكوفيد 19، وإلى غاية الساعة الرابعة من زوال يومه الاثنين فقد تم تسجيل 90 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 517113 حالة، كما تم تسجيل 4 وفيات ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 9126 حالة وفاة منذ بداية الجائحة. بالنسبة للمتعافون فقد وصل عدد حالات شفاء إلى 164 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي للتعافي إلى 505392 حالة شفاء. أما على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة فهذا خبر سار لساكنة الشمال، حيث لم تسجل أي إصابة أو حالة وفاة بمدن جهة طنجة تطوان الحسيمة على التوالي بطنجة أصيلة تطوان المضيق الفنيدق الفحص أنجرة شفشاون الحسيمة والزان العرائش القصر الكبير. لم تسجل بهذه المدن أي إصابة جديدة أو حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية، وهذا خبر صار بالنسبة لساكنة الشمال، وتمنوا على أنهم يبقوا ملتزمين بالتدابير الاحترازية والوقائية من خلال احترام مسافات التباعد وارتداء الكمامات الوقائية وعدم التراخي في الالتزام بالتدابير الوقائية إلى حين توصلكم برسالة نصية اللي غادي تخبركم بموعد إجراء أولى جرعات لقاح ضد كوفيد 19 في الموعد والمكان المحدد، بعد ما ترسلوا رقم بطاقة التعريف الوطنية إلى الرقم 1717. إذا مشاهدينا الكرام أذكر مرة أخرى بالوضع الوبائي ببلادنا، إلى حدود الساعة الرابعة من زوال يومه الاثنين فقد أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 90 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 517113 حالة إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة، كما تم للأسف تسجيل 4 حالات وفيات ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 9126 حالة وفاة. بالنسبة للمتعافون فقد وصل عدد المتعافون إلى 164 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات شفاء منذ بداية الجائحة ببلادنا إلى 500005 حالة و392. أما بخصوص الحالات النشطة فوصل مجموعها إلى 2595 حالة. أما بالنسبة للحالة الوبائية على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة فلله الحمد لم تسجل بها أي إصابة بالفيروس أو حالة وفاة حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة في نشرتها الخاصة بكوفيد 19. إذن 0 حالة بكل من طنجة أصيلة ولاية تطوان وكذلك فنيدق المضيق إقليم الفحص أنجرة شفشاون وزان العرائش الحسيمة، إذن كل مدن الشمال ولله الحمد لم تسجل بها أي حالة، 0 حالة مرة أخرى بعدما لم تسجل خلال الأسابيع القليلة الماضية، لم تسجل أيضا بها أي حالة إصابة. إذا بالنسبة مشاهدينا الكرام، عدد المستفيدين والمستفيدات من الجرعة الأولى من اللقاح ضد كوفيد 19 فقد وصل إلى حدود الساعة الرابعة من زوال يومه الاثنين
7,833,620 مستفيد ومستفيدة، فيما وصل عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من اللقاح ضد كوفيد 19 إلى 4,875,330. إذن عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من اللقاح ضد كوفيد 19 وصل عدد المستفيدين من الجرعة الأولى إلى 7,833,620، أما الجرعة الثانية فقد استفاد منها 4,875,332 مستفيد ومستفيدة. إذا مشاهدينا الكرام، لننخرط جميعا في الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 التي ما زالت مستمرة ولله الحمد ببلادنا، بعدما توصلت المملكة المغربية مؤخرا بحصص أخرى من جرعات اللقاح الصيني سينوفارم وأسترازينيكا البريطاني. إذن خصناك جميعا خرط مشاهدينا الكرام في هذه الحملة المجانية ضد تلقيح ضد كوفيد 19 من خلال التلقيح المجاني. الآن تم تحديد السن من 50 إلى 45 سنة. إذن باش نخرطوا جميعا مشاهدينا الكرام في هذه الحملة المجانية ضد كوفيد 19 لنتحد جميعا ضد هذا الوباء الفتاك، باش يمكننا نكسبوا جميعا المناعة الجماعية ونوصلوا أضعف إيمان إلى 70 أو 80% من الساكنة اللي غادي تلقح، باش يمكننا نرجعوا الحياة ديالنا الطبيعية تدريجيا خلال الأشهر القليلة القادمة. إذا مشاهدينا الكرام، في هذا المباشر من طنجة أنتم معنا ونحن نواكب معكم مستجدات الحالة الوبائية ببلادنا حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة خلال نشرتها الخاصة بكوفيد 19، حيث تم تسجيل 90 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي إلى 517,113 حالة. للأسف تم تسجيل 4 حالات وفاة ليصل المجموع العام للوفيات منذ بداية الجائحة إلى 9,126 حالة وفاة. بالنسبة للمتعافون فقد سجل 164 حالة شفاء ليصل العدد الإجمالي لحالات شفاء إلى 500,005 حالة شفاء و 392. إذن هكذا تبدو الأجواء على مستوى طريق الرباط في هذه اللحظة. تعرف حركة السير والجولان ارتباك على هذا المحور الطرقي في اتجاه طريق الرباط، رغم افتتاح مجموعة من الأنفاق تحت أرضية انطلاقا من كزنايا إلى غاية رياض تطوان، إلا أنه للأسف دائما الشوارع الرئيسية بمدينة البوغاز كتعرف اختناق في حركة المرور خلال ساعات الذروة خلال الفترة المسائية والزوالية. إذا مشاهدينا الكرام، تحية لكم أينما كنتم، تحية لكم أينما كنتم، بقوا على بال وانخرطوا جميعا في حملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19. تحية لكم أينما كنتم، ألقاكم في مباشر آخر، إلى اللقاء.